في طليعة البلدان العربية الأكثر تضرراً بفيروس كورونا، حيث آلاف الوفيات والإصابات جعلته يتفوق على بقية البلدان العربية المجاورة له وحتى البعيدة. أرقام تقف وراءها أسباب، إذ أن المواطن جزء منها بعدم توخيه شروط الوقاية من الوباء، كما لاعتياد وجود الفيروس وتأخر إقرار لقاح وتخلف النظام الصحي مقارنة بمثيلاته في الدول الأخرى رغم افتتاح مشافي متخصصة. شوي شوي مع طول مدة الوباء أصبحت هناك حالة من التراخي. أعتقد أحد الأسباب الرئيسية هو استمرار حركة المواطنين وفتح الحدود والمزارات الدينية أيضا فتحها والمناسبات الدينية، صارت أكيد ساهمت في رفع أعداد الإصابات وأعداد الوفيات بالعراق. وبينما يحجز العراق صدارة سلبية بقائمة البلدان المتأثرة بالوباء، تنظر الجهات الحكومية إلى ما تعتقدها أرقاما إيجابية، حيث انخفضت أرقام الوفيات اليومية خلال الأسابيع الفائتة. قدم وزير الصحة ملخصا عن المستجدات التي تتعلق بهذا المرض والفيروس، وأشار إلى انخفاض نسبة الوفيات، نسبة الإماتة إلى 2.2%. هذه النسبة أشرناها أسبوعا بعد أسبوع بانخفاض مستمر. وبحسب الإحصاءات فإن وفيات العراق جراء تفشي كورونا تجاوزت 12 ألف وأكثر من نصف مليون إصابة، متفوقا على أقرب البلدان إليه المغرب الذي قاربت أرقام الوفيات فيه سقف 7000 وفاة ونحو 400 ألف إصابة، تليها السعودية ثالثا بأكثر من 6000 وفاة و360 ألف إصابة بالوباء منذ تفشيه. سرمد القاص، الحرة.